نقطة مهمة سيد الوزير، كنت قلت أشرت لها لكن معنا مرور الكرام قلت خفت عليه فريق جنرال عمار. من باللون نحكي لكم أنا على الأمور الكل كيفاش وهذايا وتلفن، ونعرف أن الكورون باسبا بينه وبين السرياتي واحدة. هذا اللي نجم نقوله أنك خفت عليه الجنرال علي السرياتي. إي أنا خفت عليه. هذه الوثائق هي نسخة أصولية من الشهادة التي أدلي بها الجنرال رشيد عمار في محاضر التحقيق الرسمية الخاصة بـ 14 جانفي 2011. وبسؤاله عن علاقته بالمدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المظنونة فيه علي السرياطي، وأن كان بينهما خلافات سابقة، وعن طبيعتها وسببها اعتماد على ما جاء بتصريحات وزير الدفاع السابق رضا قريرة أثناء الحوار الإذاعي بإذاعة موزايك، والذي قال فيه هذا الأخير حرفياً: وقت إلي بعثوا الوباش يمشي لوزارة الداخلية للتنسيق، طلبت منه باشاه السلاح معاه على خاطر كنت خايف عليه من علي السرياطي، كما أفاد خلال تلقي تصريحاته. كوران دو باسبا وبين علي السرياطي، أجاب الجنرال: هي تصريحاته وهو مسؤول عنها، وهذا غير صحيح ولا أساس له من الصحة. الكورون باسبا بينه وبين السرياتي. خفت عليه الجنرال علي السرياتي. اي انا خفت عليه.